يقول: دخلت المسجد قبيل أذان المغرب بثلاث دقائق فصليت تحية المسجد، فأنكر علي أخ فاضل، فما رأي فضيلتك؟ والله هو إنكاره صحيح جزاه الله خيرا، لكن احنا نقول لك مندوحة من قول الشافعية أن صلاة تحية المسجد في أي وقت هي صلاة ذات سبب، والقاعدة عند العلماء وهذا الرجع الصحيح أن الصلوات ذوات الأسباب تصلى في أوقات النهي، لا سيما أن الأدلة كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم قضى صلاة سنة الظهر بعد العصر، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا صلى بعد الفجر ركعتين فقال: آه الفجر مرتين، صلي الفجر مرتين. قال: إنها رغيبة الفجر يا رسول الله، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا استدلنا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف، لا يمنعن أحد منكم أحدا طاف بالبيت أو صلى في أي وقت شاء. يبقى الصلاة ذات سبب تصلى حتى في أوقات النهي، وتحية المسجد صلاة ذات سبب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب جاء سليك الغطفاني فجلس فقطع النبي الخطبة، معناه واجبه الآن، واجبه الخطبة واجبه، فقطع الخطبة وقال له: صليت؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين خفيفتين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين خفيفتين، أو قال: حتى يركع ركعتين.